طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي لغات، برحب بيكم في سيشن جديدة. أحبائي، النهاردة هنبتدي نتكلم عن الاستاتستكس، الجزئية اللي بننهي بيها منهاج الألجبرا. طبعا هي مش هتاخد طبعا سيشن، احنا هناخد أكتر من سيشن، لذلك احنا بنقول إن دي بارت 1 وإن شاء الله يكون معانا بارت 2. طبعا انا بهتم ان تكون دايما بارت 1 هي الاهم وهي اللي فيها خلاصة الموضوع. ليه؟ لان دايما احنا في بداية كل موضوع بيبقى تركيزنا ايه اعلى. تعال معايا نسترجع مع بعض، يا ترى ايه اللي احنا خدناه قبل كده في الستاتستكس وانا محتاجاه يجي معايا تاني ناخده مع بعض واحنا ماشيين في ايه، في السبجكت بتاعتنا. طيب تعال هنا نشوف انت درست ايه، لان ان في عندي 3 words بيك كرروا معايا على طول بقى لهم كام سنة انت بتسمعهم وكل سنة بتشتغل عليهم، لما بقوا ايه it's very easy. يا ترى كنا بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم عن المين، ميديان، مود. طيب المين والميديان والمود، طيب دول احنا درسناهم العام الماضي ودرسنا لكل واحد جزئية. مرة درسناه عن طريق ان انت معاك some values، ومرة درسناه ان انت معاك مين، الجيفنز بتاعتك عبارة عن تيبل، والتيبل ده فيه sets and a frequency، وكل مرة كان فيه شغل مختلف. كان المود بتاعي كنا دايما بيختار it's more repeated number، وبعد كده عندي الجراف بتاعه كان بيجي عن طريق ايه، ايوة البار جراف، وكنا بنجيب ايه intersect of a greatest bar. طيب بعد كده كان في عندي المين، لما كانت some values كنا بنشتغل بنقول ايه sum of these values over a the number of values. طيب ده لو هي some values، وما لما كانت بتيجي frequency and table كنا بنعمل ايه، كنا بنشتغل عليها عن طريق تيبل، وكنا بنهتم جدا واقول لك خد بالك ان احنا ما بنشتغلش بالست، احنا بنشتغل بايه، برافو عليك، center of a center of set. طيب بتجيب center of set بنحصل عليه، وبعد كده بقول السنتر تايم مين الفريكونسي، بحصل على السم بيكون المين عندي اللي هو السم للاكس تايم اف ديفايدد مين ذا نمبر اوف ايه، برافو عليك، ذا نمبر اوف فاليوز او فريكونسي. طيب بعد كده انا خلصت الجزئيه دي، بنروح للمين، وكنا بالميديان وبنقول ان الميديان عندي بيظهر اما ان الفاليوز بتاعتي في شكل الاود، النمبرز بتاعت اود، فدي كانت بتبقى ايزي جدا، بس كان في شرط اساسي عندي ان انا قبل ما اشتغل كان لازم اعمل ايه، ايوه برافو عليك، لازم اعمل له ايه ascending order. من غير الاسندنج اوردر انت اجابتك اكيد اكيد خطا، فاحنا طبعا بنبعد على قد ما نقدر من الخطا بتاعنا. اول ما تشوف كلمه ميديان على طول بتعمل ايه، بتعمل ascending ايه اوردر. بعد ما بعمل ascending order تعال نشوف يا ترى النمبر بتاعي بتاع الفاليوز ده يا ترى ايفن اور اود. لو اود خلاص انا بلاقيه على طول، لو ايفن بضطر الاقيه بتوين ايه تو نمبرز، لو سكند وثيرد يبقى بتوين السكند اند ثيرد، بيبقى معايا النمبر اوف سكند والنمبر اوف ثيرد بعملهم بلس ديفايدد ايه تو، يبقى انا في الحاله ديت معايا مين، الميديان. طيب هبتدي اعرض الكلام ده وهنبتدي نقف قدام تو سيتس، يعني هاخد set A and set B، وتعالى مع بعض نناقش الست A والبي بعد ما اجيب لهم المود والمين والميديان، وتعالى نشوف هل في فروق واضحة نقدر نكتشف منها حاجة جديدة. يلا بينا. بص معايا يا ابني، هنا قلنا الستاتستكس بتاعتي مين، ميديان، مود، وهبتدي هاخد هنا المين. طبعا احنا خدنا رولز بتاعته، احنا مجرد تأكيد. طبعا المود هتلاحظ ان انا عامله لك الكالر، لو الكالر بتاع المود اتس بلو، انا مش عارفه الكالر طالع عندك شكله ايه، لكن دايما لو هي طالع عندك بلو زي ما هي عندي بلو هتلاقي الريزلت بتاعتها بلو. لو هي طالع عندك مثلا، عندي الميديان انا حطها هنا باللون الريد، هتلاقي الريزلت بتاعتها ايكوال ايه، ايكوال ريد. يبقى احنا كده عملنا بصورة سريعة ايه ل 3A parts. هاجي هنا هاخد to explain، يعني ايه to explain؟ يعني عايزين نوضح بزيادة ايه هو الطريق اللي انا وانتو هنمشيه، ايه اللي احنا هنكتشفه النهاردة ونشتغل عليه في صورة ايه جديدة. كل الكلام دوت ما فيهوش اي حاجة جديدة، انا عايزة النهاردة اشتغل على جزئية فعلا اول مرة نسمع عنها، تعال نشوف هنكتشفها ازاي ونشتغل عليها ازاي. لما هاخد عندي هنا تو سيتس، اتفقنا ان في A and B،
وهنشتغل. تعال نشوف الايه، الايه عندي some values تمام، مفيش اي فيها مشكلة، والبي another some values تمام. تعال نحصل لكل سات فيهم على المين والميديان اند المود. هتلاحظ هنا ان هم اشتركوا في كل حاجة، طبعا تقدر تشتغلهم على مهلك وتشوف طالعين ازاي. طبعا انا اشتغلتهم وطالعين عندي المين في الحالتين 32، ميديان في الحالتين 35، اند المود 35. طيب هل يا ترى في difference between two sets؟ هو في difference، المفروض ان احنا ناخد بالنا منه. انا عايزاك تاخد بالك من جزئية مهمة. تعال نشوف الست ايه، انا عايز اشوف lowest number والgreatest A number او smallest number والgreatest number. تعال نشوف هنا في set of A، يا ترى فين عندي هنا smallest number عندي كام؟ it's 26 تمام. طب انا عايزة لو سمحت احصل على greatest number كام؟ 36. طيب difference between them equal 10، وتلاحظ ان النمبرز كلهم في تقارب بينهم وبين بعض 28 26 وبعدين علينا شويه ل 30 36 37 35، النمبرز حوالين بعضيها ما بعدتش كتير، ما فيش جاب كبيره ما بينهم. حتى الديفرنس بتوين الجريتست اند سمولست ايكوال ايه 10، برده ال 10 مش جاب ايه، مش جاب كبيره. تعال نشوف عندي في السيت اوف بي، السيت اوف بي عندي هشوف هنا السمولست نمبر عندي اتس ايه، it's 5 تمام. طيب ال greatest number 49، لا كتير قوي، ده عندي difference between ال greatest and the smallest equal، ده equal ايه 44، دي 44 numbers، يعني عندي difference كبير جدا between ال smallest and ايه and the greatest. يبقى انا في الحالة دي في هنا صورة مش واضحة هنا، اما الاجزام اللي انا باخد النمبرز بتوعه كان اجزام يعتبر الاجزام دوت متوسط، لذلك كلهم حصلوا على درجات متقاربه كويس، او ان الطلاب عندي كلهم في المستوى المتوسط متقارب ايه الدرجات. لكن هنا هلاحظ حاجه، ان في عندي هنا طالب متدني جدا في الدرجه اللي هو ايه الفايف، وفي طالب عندي هنا معاه ايه، معاه 49 over cam over 50، يعني ده يعتبر ايه excellent. يبقى انا عندي هنا في تفاوت، في التفاوت ده ما ظهرش وانا بجيب الجزئيات بتاعتي، الفروق دي ما ظهرتش وانا بحصل على المين والميديان والمود، لذلك في فرق كبير جدا بين الاي وبين البي، الفروق دي ما ظهرتش وانا بحصل على المين والمود وايه والميديان. طب نعمل ايه عشان نظهر الفروق ديت؟ بنقول ان انا عندي هنا لو الفروق دي بسيطة وان هما في حالة تجانس او هما قريبين من بعض، وانت حاسس ان الستودنتس بتاعتك فعلا كلهم الدرجات بتاعتهم تعتبر متقاربة، يبقى الامتحان كده بتاعك ناجح، يبقى دي على طول بنسميها ايه conversion، بنسميها conversion، يبقى هما قريبين من بعض ومفيش ايه فترات بعيدة ما بينهم. لكن اول ما الاقي الصورة بالمنظر ده ان في درجات متدنية جدا ودرجات عالية جدا، طب ايه الجاب الكبيرة دي هنقدر نقول عليها ايه في الحالة دي؟ لما يكون عندي الجاب كبيرة زي ما انا شايفة، انا عندي الفايف وعندي ايه الفورتيناين، في جاب كبيرة جدا، معناته ان في ناس معرفتش تحل خالص وفي ناس وصلت مين لان هي تحصل ممكن على الدرجات النهائية. طب الجاب دي اقدر اوصل لها ازاي، او بنسميها ايه لما يكون في اتساع بالمنظر ده، بنسموه ايه بسميه دايفرجن. يبقى انا عندي لما يكونوا قريبين من بعض بسميها كونفرجن، لما بيكونوا بعاد عن بعض بسميها ايه دايفرجن. لما يكونوا قريبين انا عندي هنا المين والميديان والمود دول نجحوا ان هم يوصلوا لي ايه للفاليو بتاعتي، لكن في حالة الدايفرجن الكلام ده مش ناجح او مش دقيق، هو ناجح ولكن ليس بهذه ايه الدقة. يبقى احنا كده هنقسم الشغل بتاعي بتاع الداتا اللي موجودة، لما يكون عندي فاليونز لو هي قريبة من بعضها يبقى انا عندي هنا بسميها conversion، وبيبقى مسؤول على انه اوصل للداتا بتاعتي ديت مين، ايوه المود والميديان ومين، برافو عليك، والمين مين ومود وميديان، دول كفيلين ان هم يوصلوني للايه للداتا اللي انا ايه اللي انا عايزاها تمام.
لكن لو عندي الجاب بتاعتي واسعه يبقى انا كده هروح لجزئيه تانية خالص. الجزئيه دي بتخاطب مين؟ بتخاطب الدايفرجن اللي هي مين؟ اللي هي في سبيس واسع او كبير بتوين السمولست نمبر اند الجريتست ايه نمبر. طب في الحاله دي بسميها مين؟ بسميها دايفرجن. طب مين مسؤول يجيب لي الدايفرجن ديت ونحسب الدايفرجن؟ بنقول ان انا عندي ايه؟ تو ويز. اول حاجه عندي رينج، والرينج ده بجيبه منين؟ بقول برافو عليك ذا جريتست نمبر ماينس ذا سمولست ايه نمبر، وهنا انا بجيب الايه ديستنس بتوين تو ايه نمبرز دول، يبقى انا عندي رينج. وبنقول ان ده اتس سامبلست ايه دايفرجنس. دي الطريقه السهله اللي بوصل بيها لايه؟ للدايفرجنت بتاعتي. طيب امال في ايه عندي تاني؟ السكند بقى بسميه ايه؟ ده جديده خالص عندي، بسميه ايه؟ ستاندرد ديفيجن. بسميه ايه؟ ستاندرد ديفيجن. الستاندرد ديفيجن دي هي مش الاسهل لكن هي الادق. يبقى انا عندي هنا جزئيتين، لو انا اتسالت على الاسهل اللي هي السامبلست البسيطه هتبقى مين؟ هتبقى اللي هي ايه؟ الرينج. ودي من الاسئله اللي بتجي لي برضو ايه؟ بتيجي كده تشوزز سريعه اللي هي ايه؟ برافو عليك، ان هي the smallest measure of divergence is طبعا مين؟ بنقول الرينج. تعالى معايا ونشوف التقسيمه دي وصلنا بيها لفين ونحصل على الرينج وعلى مين؟ اسمع كده؟ برافو عليك، ستاندرد ديفيجن. يلا بينا. طبعا احنا ناقشنا الجزئيات دي وقلنا ان عندي convergent وعندي divergent، والdivergent ممكن نلقبها باسم تاني اللي هو ايه؟ this ايه؟ برافو عليك this production. يلا هنا بقى نقطة برضو بتجيني مهمة جدا، ايه هي؟ بتيجي برضو في الكمبليت بتاعي او تشوز لو موجود، بنقول هنا if the divergence equal zero يبقى all value are ايه؟ are equal، لان في الحالة دي مفيش عندي فروق ما بينهم، يعني الرينج بتاعي هيبقى equal ايه؟ هيبقى equal zero. مفيش عندي smallest ومفيش عندي ايه greatest، يبقى برضو دي مهمة جدا عشان خدناها ايه كده، خدناها different ايه color. تعالى هنا نشوف بقى احنا التقسيمة اللي احنا وصلنا لها في الاخر كانت ايه؟ كانت عندي convergent divergent. convergent اقدر احسبها ازاي؟ مين؟ median node. لكن divergent انا عندي جزئيتين range and ايه؟ standard division. وقلنا ان range هو ايه؟ the smallest measure of ايه؟ of divergent. هنا هبتدي اشتغل على الرينج. خلاص احنا خدنا بقى ايه؟ الجزئية الخاصة بالمين والمود والميديان. دلوقتي ناخد بقى حقه معانا مين؟ range and standard division. طيب بنقول هنا dispersion the range بتاعي equal the greatest value minus the smallest a value. وبناخد هنا وبنقول ان هي طبعا بنكرر تاني الجزئية اللي بنحسها مهمة ان هي simplest measure of a dispersion. وبناخد لو معايا sum of values، طبعا بمنتهى البساطة انا باخد يا ترى فين الجريتست اللي هي 20 وفين السمولست اللي هي 3، يبقى 20 minus 3 equal كام؟ 17. ودي it's more easy يعني، مش easy بس يعني. هنا هنيجي بقى الستاندرد ديفيجن بتاعتي، وهتلاحظ ان احنا عندي سمبل بنتعامل بيه لاول مره اللي هي الايه؟ البيجما بتاعته. دي السمبل بتاعتي اللي اول ما بشوفها بتقرا عندي بتقرا ايه؟ ستاندرد ديفيجن. يبقى انا لما باجي بشوف السمبل هنا بقول ايه؟ ستاندرد ديفيجن ايكوال. فلاحظ ان انا عندي روت هنا سكوير روت اوف سيجما او السم، سم لمين؟ اكس ماينس اكس داش بار 2 ديفايدد ال ان. طب ايه بقى اكس داش دي بقى؟ طب ال ان دي ممكن، ها ممكن نعرف ال ان بتاعتي دي اللي هي النمبر اوف ايه؟ اوف فاليو. ده معناته ان انا هتعامل على سم اوف ايه؟ فاليو. طب الاكس داش ده ايه؟ الاكس داش ده اللي هو ايه؟ بنقصد بيه المين. يبقى انا رجعت التاني استعين بمين؟ بالمين بتاعي. يبقى انا عندي الاكس داش الجديده بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها المين. وطبعا الستاندرد ديفيجن عرفت له سمبل ايه جديده. يبقى انا علشان احصل على الستاندرد ديفيجن اوف سم اوف فاليو، ده اللي انا هشتغل عليه السيشن دي، وان شاء الله السيشن الجديده اللي هي بنهي بيها الالجبرا جزئيه الالجبرا باذن الله هتبقى الستاندرد ديفيجن، ولكن لمين؟ لتيبل اوف ايه؟ فريكونسي. طيب هنا هبتدي اشوف لو انا عندي سم اوف فاليوز وابتدي اشتغل عليهم اجيب ستاندرد ايه؟ ديفيجن.
يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا نمبر 1 عندي لازم احصل على المين، على المين اللي هو بنسميه ايه اكس داش. طيب هشوف السام فاليوز عندي، وطبعا احنا مختارين ايه السمبل نمبرز. عندي 8 9 7 6 and 5. اول حاجة هنبهك ليها هتستغرب منها جدا، ان ده اول حاجة بقول لك تكير، ان انت لما بتيجي تاخد النمبرز بتاعتي عند الاند وبتنهي الكلام، طالما في اند يبقى في نمبر جاي كمان، خد بالك من دي. يعني انت على طول عينك بتجيب النمبرز ايه اللي في الاول، طب اند في استنى في حاجة جاية وراه، يبقى انت خد بالك اند يبقى فيه كمان ايه نمبر مستنيك. يبقى احنا اهم نقطة ان انت النمبرز بتوعك تشوفهم كويس جدا، لان دول الفاليوز اللي احنا ايه هنشتغل عليها. وطبعا لو انت اشتغلت على 4 وهم 5 شغل من اوله كده خطأ. طيب يبقى دي اول نقطة احنا اتفقنا ان احنا ناخد بالنا منها، قراءة السؤال جيدا، خد بالك كويس جدا معاك كام نمبر، يعني النمبرز اوف فاليوز بتوعك، يا ترى قرأت كل النمبرز؟ طيب تمام، يبقى انا هبتدي اخدهم. اول خطوة عندي الفيرست ستيب بتاعتي فايند ذا اي ذا ميديان اللي هو ايكوال اكس اي اكس داش. طب الميديان نفتكر مع بعض كنا بنجيبه ازاي؟ كنا بنقول sum of values over the number of a of values. بسرعة هنروح نجيب sum of a values بتاعتي. يلا بص بقى معايا، بنقول 8 plus 9 plus 7 plus 6 plus a 5. كل دول over كام 5؟ طب اشمعنى 5؟ مين يجاوب يقول لي ليه انا اخترت ال 5 ما اخترتش ال 6 ما قلتش 7 ما قلتش اي نمبر تاني؟ لحظة واحدة، احنا اتفقنا ان it's number of a of values، يبقى انا لازم اشوف الفاليوز عندي كام نمبر. يلا بينا نشوف كده 1 2 3 4 5، علشان كده انا اخترت مين الفايف، يبقى انا مش بمزاجي بختار هنا النمبر ايه، لا ده النمبر اوف ايه اوف values، وده الصم ليهم. مهم جدا تشوف يا ترى انت اخدتهم كلهم ولا في حاجة ناقصة، لان الجزئية دي رغم سهولتها لكن بيعتمد عليها الايه التيبل اللي جاي. دلوقتي انا معايا المين بتاعي ايكوال 7، وبقى انا كده حصلت على الاكس داش ايكوال ايه ايكوال 7، ودي الفيرست ستيب بتاعتي اللي من غيرها ما اقدرش اروح اعمل التيبل بتاعي. طب التيبل بتاعي شكله ايه؟ هبص معايا اشوف شكله ايه. هلاقي التيبل بتاعي بيتكون من الاكس والاكس داش، وبعدين هبتدي اخد ريليشن بتوين الاكس اند الاكس داش، ونشوف هنعمل ايه بتوين الاكس والاكس داش. هنحصل بقى دلوقتي على الستاندرد ديفيجن. بنقول عندي التيبل هيتكون من اكس، ودي النمبرز اوف اكس كامله اللي هم ايه الفاليوز بتوعك. هنا اكس ماينس اكس داش، طب الاكس داش بتاعك اللي هو مين؟ اللي هو 7. طيب يبقى انا كل مره هقول 8 ماينس 7 9 ماينس 7 7 ماينس 7 تمام 6 ماينس 7 5 ماينس 7. طيب الريزلت بتاعتي هنا هعمل بيها ايه يا نيس؟ اه ده انا هاخدها واعمل لها ايه باور 2 اللي هي سكوير، لان هو قال لي هنا اكس ماينس اكس داش باور كام؟ باور 2. يعني كل نمبر جاني هنا انا هعمله ايه باور 2. عايزه اقول حاجه، مفيش نمبر يبقى باور 2 او السكوير بتاعه ويطلع معايا بالنيجاتيف ابدا، في فرق كبير هنعرضه دلوقتي بس نخلص الجزئيه دي مع بعض. فهنا عندي 1 باور 2 1 2 باور 2 4 0 باور 2 0 نيجاتيف 1 باور 2 1 نيجاتيف 2 باور 2 equal 4. السم بتاعي هيبقى هنا ايه؟ equal 10. طب لغاية دلوقتي انا وصلت للتيبل بتاعي وعرفته، طب هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي اخد الرولز بتاعتي واطبقها، اللي هي كان شكلها ايه عرضناها من شوية. بنقول سكوير رود لمين؟ للسم اوف اكس ماينس اكس داش باور كام؟ باور 2 ديفايدد مين؟ الان. يبقى انا عندي هنا رود 10 over a over 5 اللي هي بتطلع معايا root a root 2. طيب هبتدي هنا هقول لك على جزئية تانية، هنسيب الجزء بتاعنا ونشوف احبائي ايه الجزئية اللي انا قلت لك خد بالك منها رغم ان هي بعيدة تماما عن ايه عن الجزء بتاعنا. طيب تعالى معايا هنا هنشوف احنا كنا بنقول ايه. يلا بينا نروح للداتا بتاعتنا ونشوف يا ترى شغلنا بيقول ايه هنا. ايه اللي انا بقول خد بالك منه قبل ما ننهي حلقتنا؟ بص معايا ابني، انت لو جيت تقول لي هنا نيجاتيف 4 وعملتها باور 2 في الكالكوليتور، تمام الكالكوليتور هتختص الباور 2 بمين؟ بالفور بس، تمام يبقى هتطلع لك نيجاتيف 16.
لكن لما انت تيجي تقولي نيجاتيف 4 باور 2، في الحالة دي الباور 2 هتختص بمين؟ هتاخد النيجاتيف وهتاخد مين؟ الفور. يعني في الحالة دي هتطلع معايا مين؟ 16. علشان كده لما بتيجوا تشتغلوا الجزئية دي وتيجي تشوف يا ترى النمبرز بتاعتك في الريزلت اللي انت طلعتها زي الجايد انسر، بتلاقي فيه اختلاف. طبعا فيه اختلاف، احنا اتفقنا ان اي حاجة باور 2 لازم بتطلع بالايه؟ برافو عليك، بالبوزيتيف ايه نمبر. يبقى انا تاني لو انا عندي جزئية زي نيجاتيف 2 باور 2 لازم تتحط بالصوره اللي احنا ايه اللي احنا شايفينها دي، اللي هي تطلع معايا بكام؟ بفور. طبعا احنا كده اشتغلنا على الستاندرد ديفيجن بتاعي وعرفت احنا بنشتغل ازاي، وقلت ان انا في الحاله ديت بعمل الروت لمين؟ الروت للسم اكس ماينس اكس داش باور 2 اوفر اي 9، والروت عليهم كلهم، يعني الروت مش على جزء وجزء، الروت عليهم ايه؟ كلهم. يعني واخده الصوره دي علشان نبقى احنا عملنا ريفيجن على كل حاجة وشفناها. يبقى انا عندي ده السجم اهي، يبقى انا عندي هنا ادي 10 اوفر 2 اللي هي اوفر 5 اللي هي طلعت معايا روت ايه 2. ممكن تطلعها طبعا في السمبلست، بس تحط ايه عندي ايه نيرست او ايه ابروكسيموتلي. تمام احبائي، لقائنا القادم ان شاء الله مع الستاندرد ديفيجن وهنتكلم عليه، لكن مع الفريكونسي، وبتكون دي السيشن اللي بنختم بيها المنهاج بتاع الالجبرا بتاعي. احبائي الى ان القاكم دائما، لكم مني اجمل المنى، كان معكم اجلال واصف من مصر التعليميه، الى اللقاء.